بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى، أي النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن قيل وقال وعن إضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. متفق عليه. عقد الإمام النووي لهذا الباب حديثين: باب إضاعة المال في غير وجوهه المشروعة. نعم. الحديث الأول رواه مسلم بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه، هذه الأولى مما يرضاه الله عز وجل، ولا تشركوا به شيئا، وهذه الثانية، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذه الثالثة. ثم عدد الأمور الثلاثة التي يكرهها الله عز وجل، وهي قيل وقال، وسنشرحها إن شاء الله، وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذا نبدأ الآن بشرح الأمور الثلاثة التي قال لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى عنها. الأمر الأول منها عبادة الله، أن تعبدوا الله. مراد بالعبادة هنا معناها العام، ليس المراد بالعبادة نوعا معينا كالصلاة بخصوصها أو الصوم بخصوصه أو الزكاة أو الحج، لا، المراد أن يكون الإنسان خاضعا بيقينه وسلوكه لسلطان الله عز وجل وأمره،
هذا معنى عبادة الله، معنى عبادة الله سبحانه وتعالى. العبادة هي الدينونة، هي أن يدين الإنسان بكامل الذل والانقياد لمن يعبده، فإما أن يكون معبودا بحق وهو واحد لا ثاني له وهو الله، وإما أن يكون معبودا بدون حق وهو ما عدا الله سبحانه وتعالى. فإذا خضعت لسلطان الله عز وجل خضوعا تاما بيقينك الفكري وبسلوكك العملي، يعني خضعت لأوامره نفذتها، خضعت لنواهيه ابتعدت عنها، فتلك هي العبادة، تلك هي العبادة التي هي أول ما يرضى الله سبحانه وتعالى عن العبد إن اتصف به. عبادة الله عز وجل. كلمة العبادة في كثير من الأحيان تفهم فهما جزئيا، يعني إذا الإنسان صلى وكان لا يضيع فرائضه الخمس رأى أنه ملتزم بهذا الأمر فهو يعبد الله عز وجل، بقطع النظر عن معاملته للناس في السوق، بقطع النظر عن بيعه وشرائه، بقطع النظر عن أخلاقه، بقطع النظر عن صدقه أو كذبه، بقطع النظر عن تعلقه بالمال وعن أمور كثيرة نعم نعرفها، يرى أنه عم يصلي أو أنه مثلا يخشى بعض الدروس، إذن هو يعبد الله. هذا غلط. هنا الحديث في هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله، المراد العبادة التامة، أي أن تدينوا لله سبحانه وتعالى بالولاء وبالخضوع لأوامره تطبيقا وبالخضوع لنواهيه ابتعادا. فإن كنا كذلك فمعنى هذا أننا نعبد الله فعلا، هذه هي العبادة، وهي أول الأمور الثلاثة. الواقع على أنه على الرغم من أنه كلمة العبادة مألوفة ومعروفة نعم للقاصي والداني، لكنها من أخطر ما يقصر فيه المسلمون اليوم، ومن أخطر ما يبتعدون فيه عن مرضات الله عز وجل اليوم. ذلك لأن أحدنا إذا رأى نفسه يمارس جزئية من جزئيات العبادة يرى أنه أصبح قائما بهذه الوظيفة وأنه يعبد الله عز وجل، يعني مثلا يحج وربما يحج في كل عام، إذن يقول أنا أمارس هذا الأمر فأنا أعبد الله عز وجل، دون أن ينظر ويلتفت إلى الأمور الأخرى. الباري ما أمرنا بالحج بس، أمرنا بقائمة طويلة من الأوامر المختلفة الكثيرة. عبادتك لله لا تتم إلا إذا نفذت هذه الأوامر كلها. ثم هنالك قائمة من النواهي طويلة أيضا، عبادتك لله لا تتم إلا إذا ابتعدت عن هذه النواهي كلها، أو إذا وقعت في شيء منها تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه، عندئذ تكون قد أرضيت الله عز وجل بهذا الأمر الأول. فما بالك بمن هو معرض عن كل أنواع العبادات؟ ما بالك بمن هو معرض عن قائمة الأوامر كلها ومعرض عن قائمة النواهي كلها، يعني قائمة العبادات غير ملتفت إليها، وقائمة النواهي يعني قائمة الأوامر غير ملتفت إليها،
وقائمة النواهي يسبع في خضمها كما يشاء. إذا تأملنا سنلاحظ أن جل المسلمين اليوم على هذه الشاكلة، ومع ذلك فربما يزعم الواحد منهم أنه مؤمن بالله وأنه يعبد الله عز وجل. كيف تعبد الله؟ أين هو مظهر عبادتك لله سبحانه وتعالى؟ فهذا أول ما نسخط الله عز وجل به. طبعا أنا لا أقول عن الناس الذين نراهم في المساجد وربما تفيض بهم المساجد، ولكني أتحدث عن الكثرة الساحقة. الكثرة الساحقة لا في بلدنا فقط بل في العالم العربي والإسلامي أجمع، بعيدا عن هذا الأمر الأول الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وأخطر من هذا وذاك أن يكون في الناس المسلمين لا من يعني يتكاسلون أو يعرضون عن أداء الطاعات العبادات التي كلفهم الله بها لينفذوا هذا الأمر الأول. أخطر من هذا الذين يعرضون وينهون أيضا، ينهون الآخرين عن ممارسة العبادة. يعني لا يكتفي بأن يكون هو معرضا عن هذا الذي يرضي الله، أوامر خاطبنا الله عز وجل بها لا يبالي بتركها، طيب ماشي الحال، لكن يضيف إلى ذلك أيضا أنه إذا رأى من يتقرب إلى الله بها ينهاه، وإذا كانت له قدرة وسلطة على الردع يردعه ربما ليمنعه منها. هذا نقيض ما يرضي الله، يعني هذا يستنزل سخط الله. وإذا نزل سخط الله بجماعة أو بقوم فعصي التأديب التي تهوي على هؤلاء الناس متنوعة وكثيرة، مصائب أنواع كثيرة، منها تسليط الطغاة والأعداء عليهم منها. نعم، هذا بالنسبة للأمر الأول. يعني مثلا الآن أهم أنواع العبادات قلنا قائمة الأوامر كثيرة، لكن أهم هذه القوائم، أهم ما في هذه القائمة الأمر الأول منها ما هو؟ الصلاة. يوم القيامة أخبرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب الإنسان عنه صلاته، فإذا كان قد أنجزها الأمور الثانية كلها تبتصير خفيفة. طيب هذه أخطر الأنواع. فإذا كان هنالك مجتمع فيه من إذا رأى إخوانا له يصلون ويتقربون إلى الله يؤدون ضريبة العبودية اللي في أعناقهم لله عز وجل، فيأتي من ينكر ويسيء إلى هذا الإنسان، وإذا استطاع أن يعاقبه لا يقصر، شلون بيكون المجتمع بأوضعه؟ كيف لا يكون هذا المجتمع معرض لسخط الله؟ وكما قلت لكم مظاهر سخط الله كثيرة، وعصي التأديب التي عند الله كثيرة جدا. انه زيد من الناس ما عم يصلي، ماشي الحال، يصطفل وندعي انه الله يهديه، واذا ما اهتدى بنقول الله يغفر له كمان. لكن يا عمي ليش مثل ما بيقولوا العوام بتحمل السلم بالعرض وبتمنع الاخرين من ان يمارسوا حقوق الله؟ لماذا تضيق ذرعا بذلك؟ موجود هذا الصنف، موجودة هذه جريمة شنيعة جدا جدا. والمجتمع الذي يوجد فيه كثير من هذا النوع ولما بيكون قليل، يعني القلة بإذن الله لا تؤثر على الكثرة،
لكن لما يكون هذا المجتمع فيه الكثرة من هذا القبيل فلنعلم أن هذا المجتمع معرض لسخط الله. وإذا قلنا إنه معرض لسخط الله فمعنى ذلك أنه معرض لعقابه، والعقاب أنواع. من هذه الأنواع أنه يسلط على أفراد هذا المجتمع عدوا لهم، نعم، فيجتث شأفتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام النبي حكى لنا يا. نعم، هذا الموضوع من أخطر ما ينبغي أن نعلمه، وأسأل الله عز وجل أن يطهر مجتمعنا ممن ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر. غريب، ربنا عز وجل يقول إن الله يأمر بالمعروف، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن العجب ومن الغرابة بمكان أن تجد أناسا يصرون على أن يناقضوا أمر الله عز وجل، أن يأمروا بالمنكر وأن ينهوا عن المعروف. يا أخي، أنا أؤدي واجبي الوطني، واجب الاجتماعي، واجب الإنساني تماما، وينبغي أن أؤدي أيضا قبل كل شيء واجبي تجاه ربي عز وجل. أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، يقول أقم الصلاة لذكري، يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، شو بيضرك لما بأدي كذلك حقوق ربي؟ شو بيضرك أنت؟ عم أدي حقوق أمتي، وطني، وأضحي بنفسي إذا اقتضى الأمر، نعم، وعلى رأس القائمة أؤدي حقوق ربي. لماذا تضيق ذرعا عندما أؤدي ضريبة عبوديتي لله؟ أمر خطير جدا. هذا هو الأمر الأول. ثم قال ولا تشركوا به شيئا. الشرك الذي يفهمه كثير من السطحيين من الناس هو أن يعبد صنما، يظن أنه هذا هو الشرك، بس هو أن يشرك مع الله إلها آخر أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، نعم، كما كان يفعل المشركون قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو هذا فعلا شرك، لكن في أنواع أخرى من الشرك الباري عز وجل يحذرنا منها ويرضى لنا أن نبتعد عن الشرك كله. ما هو معنى الشرك الجامع؟ الشرك بكل معنى الكلمة، والذي يجمع أشتات أنواع الشرك، أن تدين بالولاء لغير الله، وأن تبتغي النفع أو تتوقع الضر من غير الله سبحانه وتعالى، وأن تطمع أن تنال أجرا على عباداتك وطاعاتك في الدنيا من غير الله عز وجل. هذا هو الشرك بأنواعه المختلفة. والمطلوب من الإنسان الذي آمن بالله واحدا في ذاته وواحدا في صفاته، يعني هو الرزاق ولا رزاق سواه، هذه معنى واحد، هو المغني لا مغني سواه، هو المعطي لا معطي سواه، هو النافع لا نافع سواه، هو الضار لا ضار سواه، إلى آخر صفات الله عز وجل. أن تعلم أن هذه الصفات ثابتة لواحد بس، غير ما في. طيب، فإذا علمت هذا هل تبتغي الرزق عند واحد مثلك؟ لا، فابتغوا عند الله الرزق، فإن ابتغيت الرزق عند غير الله فقد أشركت، هذا شرك.
عرفت أن النافع هو الله، فإن ابتغيت المنفعة عند إنسان مثلك يعني بشر فقد أشركت بالله عز وجل. ولم تبتغي النفع من إنسان مثلك إلا وأنت تعتقد أنه نافع، إذن جعلته شريكا مع الله سبحانه وتعالى. طيب، إن خشيت الضر من كائن ما غير الله سبحانه وتعالى فقد أشركت بالله سبحانه وتعالى. طيب، وإن جعلت ولاءك يعني خضوعك وانقيادك لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشركت بالله سبحانه وتعالى. نعم، إنما وليكم الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. طيب، هل نحن مبرؤون من هذا الشرك بأنواعه؟ لو أن الإنسان صفت عقيدته صفاء تاما وعاش معنى التوحيد في كيانه وخضع سلوكه لهذا اليقين، إذن لكان من الربانيين حقا، لكان من الربانيين حقا. لكن أكثرنا ليس كذلك، أكثرنا ليس كذلك، يعني نخضع لغير الله، لسلطان غير سلطان الله، نخشى غضبة أو عقابة أو ظلمة ناس من أمثالنا بشر، يعني نطمع المنفعة من أناس من أمثالنا، وهذا واقع على شتى المستويات. إذن الشرك موجود، والباري عز وجل نهى عن الشرك، هو يرضى أن لا نشرك به، ومعنى ذلك أنه يسخط إذا أشركنا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، أنا عندما أجلس هذا المجلس من أجل أن يؤجرني الله عز وجل، لكن أيضا من أجل أن يثني الناس علي بعلم، بدراية، بتأثير، ببلاغة، بفصاحة، ببيان، أنا أشركت، أنا الآن أصبحت مشرك في هذه الحالة. إذا اشتغلت بالعلوم الشرعية المقربة إلى الله تدريسا تأليفا إلى آخر ما هنالك محاضرات، وكان لي قصد أن يعني تنشأ لي شهرة في المجتمع وأن أنال رتبا في المجتمع وأن أنال جوائز، نعم، لأمثالي، أنا مشرك أصبحت، مع العلم أنه الهدف التقرب إلى الله موجود. لو كنت فقط لهذا أنا صرت منافق، لا، أنا أبحث عن رضا الله، لكن وأبحث أيضا إلى جانب رضا الله عن شهرة، عن منصب، عن جوائز، من الجوائز التي تعطى للناس من أجل علم، من أجل شهرة، من أجل إلى آخر ما هنالك. أنا الآن أصبحت مشركا، هذا شيء. أنا بالمناسبة أقول، كثيرا ما يأتيني بعض الإخوة، يأتي أحدهم متلهفا يقول هذه العبارة: أنا جاي من البلد الفلاني قاصد الله وقاصدك. طيب، هذا الكلام غير مقبول، هذا كفر أولا، مو بس كفر، يعني قاصد الله وقاصدك ماذا يعني؟ يعني أنه جعلني شريكا مع الله، أنه أنا وياه بنقدر، أنا ورب العالمين نقدر نحل له مشكلته. في كثيرا ما بيكون هذا الإنسان يعني مو قاصد الله بنوب ولا عرفان من هو رب العالمين، جاي مشان لحتى يعني يستدر العطف عليه. ولكن لو كان يعني الرهبة من الله موجودة في القلب
ولو كانت خشية الله عامرة في الفؤاد والإيمان بكلمة لا إله إلا الله موجودة، ما بيحكيها، ما بيحكيها أبدا. نعم. لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا لم يبتغي الرزق إلا من عند الله، ولم يخشى إلا الله، ولم يطمع إلا بما عند الله، هذا لا يعني أن لا ينزل إلى السوق يشتغل، هذا لا يعني أن لا يبتعد عن أسباب الضرر، لا، هذا الشيء شيء آخر. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أولا أن نعلم علم اليقين أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وأن الذي يتحكم بناصية الكون كله هو الله. أمرنا أن نعلم هذا، عرفنا ذلك، بعد ذلك يقول تفضل، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تشتغل لا لأن الناس الذين تبتاع منهم والذين تشتري منهم والذين تشاركهم يرزقونك من دون الله، لا، تخرج إلى السوق لأن الله أمرك، لأن الله أمرك، تنفذ في ذلك أمر الله. يعني تخرج إلى السوق وأنت تقول إن بلسان فمك أو بلسان حالك يا ربي أنا أعلم أن أنت الرزاق، أنك لكن أمرتني، ها أنا أستجيب لأمرك. الباري عز وجل قال لي عندما تجد خطرا في طريقك ابتعد عن الخطر، ابتعد عن أسباب الردى. طيب أبتعد لأن الله أمرني بذلك، لكن في الوقت ذاته ينبغي أن أعلم أن الذي يحجبني عن الأخطار من؟ الله. والله لو أن الله لا يريد أن يعني أصاب بأي أذى، لو وضعت نفسي في النار الملتهبة لن تضرني أبدا، لكن الباري عز وجل شرع الشرع، أمرني أن أبتعد عن ما جعله الله سببا للضرر، وأن أمارس ما جعله الله سببا للخير. هو الذي جعله سببا، هو ما هو سبب حقيقي أيضا. نعم، هذا شيء ثاني. فالمؤمن يكدح ويذهب إلى السوق ويبيع ويشتري ويزرع ويحصد ويفلح، وهو يعلم أن كل هذه الوسائل لا تقدم ولا تؤخر شيئا، وإنما الله هو الذي يسخرها له. ونحن بالمناسبات في أكثر من مرة ذكرت لكم مثالا يجسد هذا المعنى، كيف أن الله أمر مريم أن تهز جزع شجرة النخل من أجل أن يتهاوى التمر من على رأسها. طيب جزع النخل مين اللي بيقدر يحركه؟ جزع من أصلب أنواع الأشجار شجرة النخل. نعم، مع ذلك الباري شو قال؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طيب يا ربي أنت خلقت الرطب الجني يعني الطازج للتو، الذي خلق الرطب الطازج للتو في أعلى الشجرة قادر على أن يسقطها أيضا، لكن نظام رب العالمين أنه يا عبدي اشتغل، ما بدي اياك تقعد عطال. لذلك صدر الأمر من الله عز وجل أن مدت يدها إلى الجزع تفعل ذلك، واستجاب الله عز وجل. وهكذا كل أعمالنا من هذا القبيل، نطرق أبواب الرزق، نتاجر، نكدح، نسافر، نحصد، نزرع، نفلح، نبني المصانع، لكن ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا أن الله هو الرزاق. على مستوى القوة والوقوف في وجه الأعداء ينبغي أن نجنح إلى الأسباب التي يجنحون إليها. سلاح ينبغي أن يكون موفورا، ينبغي أن يكون متطورا تماما، وينبغي أن
نوفر كل الوسائل المادية، لكن في الوقت ذاته يكون يقيننا أنه مين يلي بيرد عنا؟ رب سبحانه وتعالى. فإن اعتمدنا على هذه الأسباب، اعتمدنا على السلاح، اعتمدنا على السياسة، اعتمدنا على الوسائل يعني المعروفة، نعم، دبلوماسيات والتكتيكات وما إلى ذلك، ونحن نعتقد أنها هي التي تفيد أو هي التي تضر، فهذا شرك، هذا شرك بعينه بالله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. شوفوا شو قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم، لأن عدو الله لا يؤمن بالله، لذلك هو لا يخاف الله. يخاف من ماذا؟ يخاف من هذه الأسلحة، يخاف من هذه. طيب خوفهم بآلهتهم التي يعبدونها، هم يعبدون المادة، حطوا قدامنا المادة خلي يخافوا منها. لكن أنتم إياكم أن تتصوروا أن النصر يأتي من هذه التكتيكات، يأتي من هذه الوسائل. مارسوا كما يقول الله عز وجل: وأعدوا، ولكن إياكم أن تعتمدوا إلا على الواحد الأحد. فإن اعتمدنا على شرق أو غرب أو حلف أو سلاح أو كذا، وظننا أن النصر يأتي من هناك، فذلك شرك، لا شك في هذا ولا ريب. شوفوا سيدنا رسول الله جسد من نفسه مثالا لهذا. لما أمره الله عز وجل بالهجرة ماذا صنع؟ ما في سبب من الأسباب المادية إلا وهيئها وجندها لنجاح هجرته. أنبأ سيدنا أبو بكر أن يتأخر، طيب. كلف سيدنا علي أنه ينام في مكانه الليلة اللي هاجر فيها، مثلا حتى كل ما طلعوا لقوا أنه في واحد نايم، إذن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. كلفوا واحد يجي كل يوم على غار ثور مشان يحكي لهم شو الناس عم تحكي بمكة وشو عم يصير لغط وكذا. طيب كلفوا راعي أغنام سيدنا أبو بكر أنه يمشي وراهم بالأغنام مشان آثار أقدام سيدنا رسول الله وأبو بكر شو يصير فيها ما تبين. يعني وضعوا خطة تماما. يخيل إليك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد عليها، أنه إذا ما عمل هيك يمكن ما بتنجح الهجرة، واضح كيف؟ لكن يا ترى كان يعتمد على شيء منها؟ شوفوا بقى الجواب وين ببين. لما وصلوا إلى غار ثور خطة مرسومة، ونزل سيدنا أبو بكر وسيدنا رسول الله في ذلك الغار، تموا حوالي 3 أيام لحتى ينقطع الخبر عنهم. بتلك الفترة خرج فلول من المشركين يبحثوا وين راح محمد عليه الصلاة والسلام، وأخذوا يبحثون يمينا وشمالا إلى ما وصلوا إلى غار ثور، ووقفوا وقد أحدقوا بالغار، بحيث الغار هكذا لو أن أحدهم نظر عند قدمه فعلا لرأى رسول الله. سيدنا أبو بكر ساورته الخشية، قال: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر عند قدمه لرآنا. شو حكى يا رسول الله يلي خطط واللي رتب ويلي عمل ترتيب أنه يناموا بالغار 3 أيام؟ قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمد ولا على مثقال ذرة من الأسباب رغم أنه اتخذها. هذا هو المطلوب من المسلم، أما يقينه فمنوط بالله عز وجل، مرتبط بالواحد الأحد، يعلم أنه هو لا غيره الناصر القوي النافع الضار الرازق الذي بيده كل شيء، لكن في الوقت ذاته يعبد الله بتنفيذ الأوامر اللي أمر. أنا لما عم بيع وبشتري عم بعبد ربي بهذا، لأني ما عم بعتمد على البيع والشراء، لكن الله أمرني فأنا أستجيب لأمره. أين هو هذا التوحيد في حياتنا؟
لو كنا نعلم أن الناصر هو الله ونعلم ذلك يقينا ونعلم ذلك يقينا لقال لنا الله عز وجل لبيك إن نصر الله قريب. نعم، لكن كلكم يعلم إذا كنا محجوبين عن أوامر الله، عباداتنا مع من أديها، مو بس مع من أديها، كثيرا ما ننهى عنها ونعاقب من يؤديها، وين بقى الاعتماد على الله؟ أنا في كثير من الأحيان أمشي ويخيل إلي كأني أمشي على شفا جرف، واحد عم يمشي على سيف وادي، ها هنا جبل وها هنا وادي سعيق، هو وين ماشي؟ على السيف تبع الوادي، كل لحظة ممكن يقع. والله هكذا يخيل إلي أننا نسير في حياتنا على خط خطير بهذا الشكل، إن هي إلا لحظات ويصيبنا الهلاك. لماذا؟ لما أراه من دلائل سخط الله. عندما أسمع أمورا يعني يغيب لها عقل الإنسان الحيران، يا أخي لك صلاتي صلاتي لربي، شو عم تضرك حتى تنهاني عنها؟ صلاتي لربي، أنا ما عم بقصر في واجباتي، ما عم أقصر في ديني، ما عم أقصر في حقوق الأمة، أنا خدام لوطني ولبلدي، بس بدي أدي حقوق ربي، ليش عم تمنعني؟ عندما أسمع وأنظر أقول يا رب أبعد سخطك عنا، يا رب لا تهلكنا، يا رب لا تهلكنا، ترى والله الهلاك قريب. نعم، وإذا سخط الله عز وجل على العبد لا تعلمون كيف تكون الأمور. نعم. الأمر الثالث هو وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا ما يرضي الله عز وجل. اتحدوا يا جماعة ولا تتفرقوا، خليكن. طيب لما بدها تتحد الأمة على إيش بدها تتحد؟ ها؟ إذا ما في جازم ما بتتحد. هلا لما بنجيب برادة حديد، برادة حديد السحاقة تبع الحديد، نفرشها هيك قدام منا، طيب ناديلها انه هيك تتحد؟ ما بتتحد. لكن جيب قطعة من هذا المغناطيس الجاذب حطها بيناتهم، شو بيصير؟ كلها تتكون بتصير كتلة واحدة. لا بد من مغناطيس جاذب يجذب الأمة ليوحدها. ما هو هذا المغناطيس الجاذب؟ المغناطيس الجاذب في قرار الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين هو الاعتصام بحبل الله، أي الدينونة للفطرة التي فطر الله عباده جميعا عليها، والاجتماع على التمسك بأوامر الله يقينا أولا وسلوكا ثانيا. في ناس قالوا من زمان لا، طيب كمان الحبل القومي بيمشي حاله، ناس قالوا رجوع لا، حبل الاشتراكية كمان بيمشي حاله، ناس قالوا لا، في فلسفات ثانية كمان كلها بيمشي حاله، يا ترى بيمشي حاله؟ الجواب عنه يحتاج إلى شرح طويل، والوقت أدركنا، فلنختم درسنا هذا بدعاء كالعادة سائلين الله عز وجل الإجابة. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة، أنت ربنا الكريم، أنت ربنا الرحمن الرحيم، أنت ربنا الرؤوف، ونحن عبادك وقفنا بين يديك وبسطنا أكف الرجاء إليك، معترفين بتقصيرنا، معترفين بسوء حالنا، مقرين بأن تحملنا أوزارا كثيرة يا ذا الجلال والإكرام، ولكنك ربنا ولا رب لنا سواك، أنت ملاذنا قبل أن نلوذ، وأنت عياذنا قبل أن نعوذ، جئنا إليك ووقفنا عند بابك مقرين بذنوبنا، معترفين بتقصيرنا، نشكو إليك سوء حالنا،
نحمدك اللهم على كل نعمك التي تكرمنا بها على الرغم من سوء فعالنا. نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على آلائك التي لا تحصى. نحمدك يا ذا الجلال والإكرام أن أكرمتنا بالعيش الرغيد، أن أكرمتنا بالحياة الهانئة، أن أكرمتنا بنعم لا نستطيع إحصاءها على الرغم من سوء حالنا. فلك الحمد ملء السماوات والأرض، حمدا يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مولانا يا رب العالمين، أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك. أنت أملنا عند اليأس، لا أمل لنا سواك. أنت عوضنا عن كل مصيبة. مولانا لا تبعدنا عن جنى رحمتك. مولانا أذقنا برد كرمك وجودك وإحسانك وإنعامك يا رب العالمين. إلهي، يا من يرى مكاننا، ويا من يسمع الساعة كلامنا، ويا من يعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك سؤال العبد الذليل البائس المسكين الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك يا رب سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، أن تصلح حال المسلمين، أن تهلك أعداء دينك وأعداء المسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا الله إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذ يا الله خذه أخذ عزيز مقتدر أيا كان وأينما كان. يا مجيب السائلين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا الله أنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعونا كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. أنت الكريم، أنت الرؤوف الرحيم، لا تحجبنا عنك بقبائح ذنوبنا. يا من عليه العسير يسير، يا من عليه العسير يسير، اغفر لنا ما لا يضرك وتقبل منا ما لا ينفعك. ربي أنت القائل في محكم تبيانك، قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الكرم، شاكلتك الصفح، فاصفح اللهم عنا، اغفر لنا ذنوبنا، أصلح لنا أحوالنا، اهد اللهم قادة المسلمين، وجه اللهم قلوبهم إلى ما يرضيك، أوزعهم يا ربي أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. إلهي قلوبهم بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، قلبها إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، حتى يكون في ذلك خير هذه الأمة كلها، هدايتهم هداية الأمة. يا ربي يا ربي يا الله استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، فرحنا يا ربي باستجابة دعائنا، فرحنا يا ربي باستجابة دعائنا. أنت الرب الذي أمر بجبر الخواطر، اجبر بخاطرنا يا رب، اجبر بخاطرنا يا رب، اجبر بخاطرنا يا رب، لا ترد أكفنا خائبين، أنت أكرم 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 من أن تردنا خائبين عن بابك. يا من لا يغلق بابه دون أحد، يا من لا يغلق بابه دون أحد، يا من لا يغلق بابه دون أحد، أعطنا سؤلنا يا الله، متعنا بما يرضيك من سعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.